شايفين هذا المركب اللي وراي؟ هذا عبارة عن مطعم عائم وفي منه الكثير والعشرات هنا في خور دبي. اليوم حيكون معنا 3 أشخاص رابحين رحلة مجانية على متن أحد هاي القوارب لمدة 2 ساعة مع العشاء. فخليكم معنا وتابعوا الفيديو للآخر لأنه حيكون معنا في كلمة سر لازم تكتبها في خانة التعليقات تحت لحتى تربح الجائزة. كل التوفيق للجميع، ما تنسوا ما تعملوا اشتراك بالقناة ولايك ضروري يا جماعة، كل مرة بنحكي لايك ضروري وما حدا بيعمل لايك، اعملوا يا جماعة. الله أكبر. يلا السلام عليكم. How are you? How much per hour? 120. 120. 1 hour to full curriculum. Okay. 12 feet. Hamari house. Al Maktoum bridge. Floating bridge. In number three. From Bangalore side. All two. All two. Heavy village. Okay. Okay. Right. طبعاً هاي محطة العبرة اللي بتاخذنا من ضفة الحوض للضفة الثانية. درهم واحد بس. الآن احنا موجودين في السوق القديم في دبي القديم. صور متحف دبي لكن للاسف مسكر يمكن عشان كورونا، بس على كل حال انا عامل عنه فيديو اوريدي، شوفوا بالرابط فوق. كلمة السر لهذا اليوم هي اعجاب، تعليق، مشاركة. اكتبها في خانة التعليقات تحت لحتى تكون احد الرابحين بهاي الرحلة المجانية. ولا تنسى ما تعمل اشتراك بالقناة وتعمل اعجاب وتكتب تعليق وتعمل مشاركة لهذا الفيديو مع اصحابك ومعارفك واللي بتعرفهم واللي ما بتعرفهم، لانه الرحلات المجانية تحتاج لدعم، والدعم المطلوب هو بس دعم معنوي، والدعم المعنوي هو انك شو تعمل؟ اعجاب، تعليق، مشاركة. سهل الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.